مايا رحال من ومضة، مع اليوم رواد أعمال الأسبوع طارق وعلاء سريو من ساسكو بمصر. هاي طارق، هاي هاي علاء، هاي، كيفكن اليوم؟ كله تمام كله تمام. طارق نائب رئيس التسويق والمبيعات بساسكو، وعلاء أنت نائب رئيس التصنيع والتمويل. أول شيء بدي أطلب منكم تخبروني شوي عن تاريخ ساسكو واختصاصك. ساسكو ابتدت شغل، ابتدت إنتاج من سنة 1975، ابتدت بصناعة الأقلام. أول مصنع ابتدى في 1979، ابتدى صناعة الأقلام، وبعد كده تاني مصنع ابتدى 1984 برضه صناعة أقلام رينولدز. أخدنا توكيل رينولدز ده من 30 ل 35 سنة، أخدنا التوكيل ستارتد بالاستيراد، وبعد كده فور سنة لمدة سنتين ابتدت استيراد امبورتنج، بعد كده وستارتد ابتدينا نمانيفاكتشر نصنع، بعد كده ابتدينا تالت مصنع كان بتاع الورق كشكيل جامعة وكشكيل مدرسية وكشكيل جامعية وبلوك نوت بالنسبة للأوفيسز، ورابع مصنع الفايلينج، فايل بلاستيك مع الليفر ارش فايل وكل اول ديفرنت كل الانواع المختلفة بتاعت الأدوات المكتبية والكتابية. وطارق يكمل بالنسبة للشركة. طارق، خبرنا شوي شو هي العناصر الجديدة اللي عم بتزيدها على ساسكو بمجال التسويق والبيع؟ احنا السنه دي طبعا في منافسه في السوق كبيره قوي، فالسنه دي قررنا دخلنا تجربه جديده واشترينا شركه متخصصه في بيع منتجات الادوات، ادوات الكتابيه والمكتبيه وجميع احتياجات المكاتب. فاشترينا شركه متخصصه في المجال ده عبر الانترنت، وده الجديد فيها ان اي موظف في الشركه في اي شركات كبيره او بنوك بيقدر يخش اونلاين بيوزر نيم وباسورد ويختار اي ستيشن هو يحتاجها وبيتوصله لغايه مكتبه بعد 48 ساعه مما يطلبها. وطبعا السيستم ده ميزته ان هو كل حاجه كنترولد، متحكم فيها رئيس المشتريات في البنك او في الشركه دي، ان هو بيحدد المبلغ اللي كل موظف يقدر يصرفه في الادوات الكتابيه والمكتبيه اللي هو بيستخدمها في الشركه. وطبعا اضفنا الكلام ده كله التخزين للغير، فبنخزن حاجات لشركات كتير قوي حاجات معينه وبنوصلها له برده مع الاستيشنري والقهوه والشاي والسكر وورق الاقلام وحاجات كده مختلفه. حلو حلو. علاء، كيف برايك انتم كشباب عم بتساهموا بتطوير الشركه؟ احنا ودخلنا في الشركه هنا من 8 10 سنين، ابتدينا كنا في الاول خالص واحنا صغيرين واحنا عندنا 12 و14 15 سنه، والدي كان بياخدنا معاه المكتب وياخدنا معاه المصنع، فاحنا ابتدينا الشغل من بدري وحببنا في الشغل بدري. انت عارف الشوام اصلهم اهاليهم بياخدوهم على الشغل معاهم بدري وخليهم ركزوا في الشغل بدري بدري، فابتدونا يخلونا نشتغل بدري في الشغل. احنا خلصنا جامعه وي ور انترستد، كنا معجبين في الستيشنري بزنس يعني كشغل كبزنس، الستيشنري الادوات المكتبيه والكتابيه احنا حبيناها وعجبنا فيها وحسينا ان احنا ممكن ندي ونطورها كتير. فاحنا ابتدينا التطوير، ابتدينا في تطوير الصناعه، بعد طورنا الجوده، بعد كده طورنا المبيعات وطورنا شركه الحسابات فوق، كل ده ثرو شركات كونسلتنسي وبرده اور باك جراوند اور اديوكيشن ذات وي الحاجات اللي احنا اتعلمناها في الجامعه والمدرسه. شو هي اهم التحديات اللي عم تواجهوها اليوم بشغلكم؟ اكبر تحدي بنسميه ان احنا جربناه اول ما ابتدينا شغل هنا هو زي ما سموه الجاردز، الحرس القديم بيسموه، الحرس القديم اللي هم الناس اللي كانوا شغالين معاك لمده 20 30 سنه وانت بتحاول تمبلمنت بتحاول تطبق التطبيق، بتحاول تطبق الاستراتيجيز الجديده والانواع النظم التطور الجديده بالنسبه للحسابات والمبيعات والانتاج وكله ده. طبعا الحرس القديم ده طبعا بيمانع في الاول عشان هو متعود على نظام بقاله 10 years او 15 سنه 20 سنه شغال بنظام قديم، مش عايز يغير النظام، هو متعود على كده. طبعا احنا حلينا الموضوع ده ان احنا جبنا ناس نيو جينيريشن، جيل جديد مع جيل قديم، وحطيناهم مع بعض وابتدوا يشتغلوا واحده واحده، الموضوع ظبط وتحسن الحمد لله. And we started from there التطوير. طارق يكملك بالنسبه للتطوير بالنسبه للسيلز وماركتنج عملنا ايه؟ هو يعني طبعا السوق في المجال بتاعنا منافس جدا بسبب الصين وكده، فحاولنا نطلع بره المنافسه ان احنا نعمل منتجات كواليتي اعلى من الصين وبرايس اقرب حاجه ممكنه للصين. والموضوع ده لقى نجاح، وابتدينا نشتغل على البراندنج بتاع البراند اللي هو ساسكو.
فركزنا قوي ان الناس تعرف ان اي منتج بيشتروه من ساسكو هو منتج كواليتي عاليه وسعر مناسب مش سعر غالي زي ما الناس بتقول يعني. فبالطريقه دي ابتدينا ان احنا نعمل ماركتنج جوه المحلات جوه المكتبات وللشركات دايركت ان احنا نفهمهم ان المنتج ساسكو ده منتج كواليتي عالي وسعر مناسب ما ينفعش يقارن بالصين سعريا بس كواليتي اعلى بكتير من الصين. شو برايك؟ الحمد لله نجح. الحمد لله نجحنا في كده يعني. شو برايكم هي النقاط المشتركه مع رائد الاعمال المصري الشاب اللي عم بيجرب ياسس شركته الناشئه اليوم وانتم كشباب؟ هي مختلفه تماما لان طبعا ان انت تخشي على شركه بقى لها فوق 30 سنه شغاله بسيستم معين وتبتدي الشركه بتاعتك من الصفر وتجيبي الناس اللي على مزاجك وتحطيهم في الاماكن اللي انت شايفاهم هم صح، بلاقي يعني بالنسبه لي انا لقينا يعني وبالنسبه لعائله لقينا صعوبه ان احنا دخلنا على حاجه اوريدي شغاله وشركه كبيره ومعروفه، فلقينا التغيير نغير الافكار بتاعه الناس وازاي يمشوا بطريق استراتيجيه اللي احنا عايزينها لقينا فيها صعوبه. وزي ما علاء قال حلينا المشكله دي ان احنا الجيل القديم دخلناه معانا بفكرنا واقنعناه بطريقه شغلنا الجديده ودخلنا معاهم جيل جديد، فمع الوقت ابتدوا هم يقتنعوا بفكرنا وابتدينا نخش بافكار جديده اكتر واكتر وجرأه اكتر في السوق وفي الانتاج وفي المنتجات الجديده ان شاء الله هننزلها. شو خططكم المستقبليه؟ احنا اللي احنا هنزود برودكت لاينز جديده، نزود منتجات جديده، ودايما نقعد نعمل فور مانيفاكتشرنج عشان تفضل دايما في السوق. لازم الكونسيومر العميل يشوف المستهلك يشوف ان دايما في جديد، يور اولويز في جديد، دايما بتنزل منتجات جديده تمشي الترند مع السوق، الموضه الالوان الموضه تروح عامل كذا يجو فروم ذير. وطبعا كسيلز وايز وكده ان شاء الله المرحله الجايه بنحاول نفوكس على الميدل ايست وافريكا لانه ده السوق يعني السوق ده احنا حاسينه ان احنا ممكن نضيف فيه كتير قوي ونخلي براند ساسكو يعتبر من اقوى البراندز الصناعه العربيه افريقيه في كل اسواق المنطقه بسعر منافس وكواليتي كويسه وديزاين كويس عشان يعني يواكب كل الاسواق. تمام. علاء وطارق من ساسكو شكرا لتحدثكم مع ومضه، نتمنى لكم كل التوفيق.